ما التفسير لرجل يحب زوجته واولاده وغير مقصر بشيء ولكن يحب ان يتحدث مع النساء؟ هو انتم انتبهوا لي حق نقطه ترى في نقطه مهمه جدا وانا اعتقد كثير من الناس يغفل عنها انه ميلان الرجل للمراه يعني هذه من الشهوات اللي الله عز وجل اودعها في الرجل مثل ما ميلان المراه للاطفال من الشهوات اللي الله عز وجل اودعها في المراه. ولذلك في القران الله عز وجل ذكر الشهوات أربعة منها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين النساء بالنسبه للرجال والبنين بالنسبه للمراه مثل ما الرجل عنده شهوه للمراه المراه عندها شهوه للاولاد وبالتالي المراه اذا رزقت بمولود على طول يتحول زوجها ما يصير رقم واحد في حياتها يصير الطفل هو رقم واحد في حياته بينما الرجل الرجل لما يتعرف على امرأة جديدة ويشعر أن هناك إهمال هني تصير الإشكالية في العلاقة فإذا ما التفسير لرجل يحب زوجته وأولاده وغير مقصر بشيء ومع هذا يحب التحدث مع النساء الآن أتصور وضح السبب عندكم أن هي القضية عبارة عن شهوة الله عز وجل أودعها في الرجال بشكل عام يبقى بعض الرجال عنده قوة إرادة عنده صبر عنده القدرة على ضبط شهوته وبعض الرجال لا ما عنده القدرة الشهوة فالتة فإذا كانت الشهوة ما عنده قدرة على ضبطها هني في اتجاهين من الرجال اتجاه الحرام اللي هو صنف الرجال اللي يلعبون مع النساء آه سواء بمبالغ مالية أو من غير مبالغ بامرأة مستأجرة أو غير مستأجرة مثل ما تعرفون الصنف الثاني لا اللي يدور الحلال من خلال الزواج فإذا هم صنفين